المتحورات الجديدة لكورونا، ممكن احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا الحمد لله يعني على تدني مستويات الإصابة والعدوى في مصر. امبارح بنتكلم على 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفيات دي المسجلة، ولكن الحمد لله الوضع الوبائي عندنا مستقر، يمكن زي الفترة دي برضو من السنة اللي فاتت ويمكن أفضل من السنة اللي فاتت، ولكن في دول جوار ربما بتعاني خصوصا في شمال أفريقيا، تونس والمغرب بتعاني من المتحورات الجديدة وفي حالات للإغلاق وإغلاق الشواطئ مثلا في المغرب، وقيود بتفرض في تونس فيما يتعلق بطبعا انتشار الجائحة، في يعني مجموعة من القرارات اللي تتخذ في المغرب وتونس. الحمد لله احنا في مأمن، ولكن لازم نطمن إلى أي مدى احنا مستعدين ومتأهبين وفي ترصد لأي تحور ممكن يكون يدخل مصر أو يأتي إلى مصر أو يتواجد في مصر. برحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية. دكتور أشرف مساء الخير على حضرتك. أهلا مساء النور. دكتور أشرف، حضرتك شايف إزاي أولا الوضع الوبائي في مصر في هذا التوقيت من السنة؟ هو احنا زي ما حضرتك قلت احنا في المنحنى النازل، يعني في الحالات بتقل من الموجه الثالثه، فالحالات بتقل، بس مش معنى كده ان الكورونا انتهت. الكورونا موجوده، في حالات جديده بتبقى موجوده. الحالات اللي بتعلن هي الحالات بس اللي هي الايجابيه اللي بتوصل لوزاره الصحه، بس في حالات اخرى اللي هي موجوده بتعالج في المنازل او كده، فالحالات موجوده بس هي قليله. طيب دكتور، المتحورات اللي بنسمع عنها خصوصا في شمال افريقيا في تونس والمغرب بالتحديد، يعني الى اي مدى احنا عندنا جاهزيه في نظامنا الطبي والشق الوقائي منه ان احنا نترصد ونتحسب لوصول اي متحور لمصر؟ بص حضرتك، الفيروسات التنفسيه عامه وفيروس كورونا على الاخص هو في حاله تحور دائم. فاللي احنا بنسمع عنه الالفا والبيتا والدلتا والجاما والحاجات دي كلها، دي متحورات وبتحدث دائما من المتحور ثم متحور. يعني المتحور اللي هو الاصلي اللي هو كان في ووهان تحول بعد كده بقى اسمه بقى المتحور بتاع المملكه المتحده الفا افريقيا، ثم بعد كده الهند، وفي متحورات في امريكا وسلالات اخرى. فدي تحورات مستمره وبتحصل. يعني احنا الموجه الرابعه دلوقتي اللي موجوده في اوروبا وفي الولايات المتحده اغلبها من متحور دلتا اللي هو اللي كانوا بيسموه الهندي. هو ما راحلهمش ناس كتير قوي من الهند، ولكن هو تحور للفيروس عادي. طب احنا يعني من خلال عمل حضراتكم الى اي مدى هذه المتحورات لم يتم رصدها في مصر؟ هو ده عمل وزارة الصحة مع البحث العلمي، ان هو لحد الان اللي موجود في مصر هو المتحور اللي هو بيسموه بتاع الاوروبي وجنوب افريقي، ان المتحور الهندي اللي هو الدلتا لم يعني لحد الان لم يعلن ان هو في اي معمل من المعامل ان هو موجود في مصر حتى الان. يعني اللي عندنا اللي هو الطبيعي اللي هو كان سيد من الموجه الاولى، لا اللي هو بقى من الموجه الاولى تحور بعد كده اللي هو كان اصلا اللي هو البريطاني اللي هو بعدين بريطاني، وبعدين في جزء صغير دلوقتي من الجنوب افريقي كمان اللي كان موجود في جنوب افريقيا. ولكن حضرتك بترى طبعا، وانا بتكلم عضو اللجنه العليا للفيروسات التنفسيه، بترى ان الوضع في اطاره الامن. الوضع حتى الان في اطاره الامن، لكن اما هتحصل موجه رابعه زي ما بتحصل، احنا بنحصل الموجه زي ما بيحصل في العالم كله، بنحصل بعديها بشويه نتيجه الجو وعوامل اخرى. فان الموجه الرابعه دلوقتي اللي في اوروبا وامريكا اغلب المتحورات اللي فيها اغلب الفيروسات اللي فيها من الدلتا. مظبوط. فهيحصل ان الدلتا هتيجي مصر ولازم هنتعامل معاها، لكن الشيء الجيد اللي لسه كنت حضرتك بتقوله دلوقتي ان كل التطعيمات اللي موجوده سواء في مصر او في العالم بتاثر على الدلتا كمان. مظبوط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اشرف حاتم.